أنواع الطلاب في الجامعات مستقبل كل نوع. أنا يعني من خبرتي الطلاب في الجامعات قسمه ثلاث أنواع ما في لهم رابع. النوع الأول المستهترين اللامباليين، هذا شخص بيصحى الصبح يجي على الجامعة عشان يتسلى، طنش نص محاضراته مضيع بالكاثيتريات، بياخذ الهوم وركس تبعته، الدكتور بيجي يعطيه الهوم وركس، بيكلش حاله يحلهم، تمام؟ بيروح بينسخهم من صاحبه او بيخلي صاحبه ينسخ منهم، لان الكسل رهيب. هذول النوع موجود بيقضيها بالكاثيتريا او بحب، تمام؟ مش فاضي بالمحاضرات، امتحانات بيروح بيحل اسئله سنوات سابقه. هذا النوع اللي مو بالي، تمام؟ وهذا مستقبله اسود من هسه بقول، هذا راح يتخرج ما حدا حيتطلع فيه، وراح يجي عشان معاد الفشل اللي حنحكي عليهم كمان شوي، يلوم المجتمع والشركات ويلوم الدنيا. هذا النوع رقم واحد، هذا ما له مستقبل نهائيا، هو اللهم بقضي فتره الجامعه بيصرف مصاري ابوه وبقعد، تمام؟ هذا ليس له مستقبل. النوع الثاني طالب مجتهد بيعمل كل شيء قاعد اموره تمام، ويعني كل يوم بيصحى الصبح بده يتعلم شغله جديده، بس زي اللي بحرث، عندك ارض اربع دنم تحرث 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 تحرث، بعد ما تتخرج تكتشف انه هي مش ارضك، ارضك اللي جنبها، انت عم تتعب بس في المكان الغلط. وهذولا بشكلوا نسبة كبيرة من الطلاب، عشان هيك أنا اليوم موجود عشان أصحي هاي من الفئة من الناس، إنه بدك تتعب. هو مش والله، في ناس كتير بقولك والله أنا تعبت في الجامعة، صح، يعطيك العافية، أنت بس حرثت، بس أرض الجيران ما حدا إجا قال لك من واقع تجربة إنه هاي مش أرضك، هاي أرضك احرثها هون. هو بصفي عن جد أحسن من الناس اللي مبلغين نسبة إنه يشتغل 50%، بس بكون يعني صرف وقت وجهد في مكان مش صح. وهدول برضو راح يعانوا في موضوع التوظيف، راح يعانوا في موضوع هاي. يعني مثلا هذا النوع من الناس تلاقيه بيعرف سبع لغات برمجة بس بيعرفش برمجة، راح نحكي فيهم هذول الشباب، تمام؟ والنوع الثالث اللي هو 5% منكم معروفين بالجامعة، الناس اللي بيقضوها بالمختبرات، أنا بحكي على الناس اللي بتشتغل بيقضيها بالمختبرات، بيعمل هوموركس تبعه منه، والهوموركس اللي بنطلب منه بروح على الانترنت وبجيب ثلاثة تانيين غيرهم، بستناش الدكتور، ما بستناه يطلب منه هوموركس، يطلب منه واحد بروح بجيب ثلاثة أربعة من الانترنت بيحلهم، بيقضي له أربع خمس ساعات في اليوم على البرمجة أو أنه عم يتعلم شغلات لإله مش مركن على الجامعة. مشروع تخرج بيكون عنده بدل مشروع أربعة خمسة خلال أيام دراسته. هدول الناس معروفين أقل من 5% من الجامعات. بتحداكم تحدي اليوم، إذا في واحد منهم قاعد عن شغل، بتحداك من 20 سنة لهسه، إذا هذا الشخص يتخرج اليوم ما إذا بكون يعني مش لقي بعد شهر بيشتغل، هذول بيشتغلوا قبل ما يتخرجوا، هذول الناس بيشتغلوا قبل ما يتخرجوا. هل هم محظوظين؟ لا مش محظوظين، هذول الناس تعبوا على حالهم. هم ثلاث أنواع، النوعين مستقبلهم عليك وشي مارك، والنوع الثالث مستقبله رهيب، هنحكي في هذا الشيء. هذول هم انواع الطلاب الجامعات، انت بتفضل انه نوع بدك تكون، لما تختاره اعرف شو مستقبلك، تمام؟